بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من سلسلة شمس الحبيب. إذن القصة اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث في معناه أن رجل أراد أن يتصدق فخرج فأعطى الصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد، ثم عزم على صدقة زانية فخرج فأعطاها هذه المرة في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها هذه المرة في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. إذن فوائد كبيرة وكثيرة من القصة، نذكر منها ثلاث. أول نقطة، النية والسعي في الخير يبلغ المقصود. نية الرجل سليمة وتبين من رؤياه أنه كسب الثواب، فطرح أسئلة هل الشخص يستحق أم لا نتركها لله سبحانه وتعالى، لأنه هو من يحكم، فليس لأي شخص الحق في الحكم على الناس. حتى المحكمة لا تحكم على الأشخاص، تحكم على أفعال الأشخاص. وكما رأينا العبرة بالخواتيم، فنحن لا نعلم قدر ذاك الشخص عند الله سبحانه وتعالى وكيف سينتهي، ونحن نبتغي بفعل الصدقة الثواب والأجر لله سبحانه. وما دامت النية والسعي في الخير فالأجر ثابت والحمد لله. النقطة الثانية، أن التعامل الجيد بين الناس ومع الناس وإن اختلفت فئاتهم بنية الخير سيكون فيه خير، فالسارق ربما بهذا السلوك الجميل والخلوق يتعظ ويبتعد عن الحرام، وكذلك الزانية حين ترى أخلاقيات الإسلام التي تدعو إلى العفو والستر والمعاملة الطيبة ربما ترجع إلى التوبة، والغني الذي لا يصدق يعني لا يتصدق من ماله ربما تكون له قدوة ويصبح هو أيضا ينفق ويتصدق في سبيل الله. فالإنسان بطبع اجتماعي ونشر سلوكيات جميلة تجعل بعضهم يحدو نفس السلوك، وكلما انتشر الخير في المجتمع كلما ازداد الخير بين الناس، فكن ذاك الشخص الملهم لغيره من أجل غد أفضل. والنقطة الثالثة هو الحمد الدائم لهذا الشخص في كل الأحوال يجعله مليء بالطاقة الإيجابية، وطبعا سيجذب إليه كل خير. فأصلح الله نوايانا ونواياكم وجعل ما أنفقنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وكالعادة لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا. موعدنا غدا إن شاء الله.